أذكر مر بي في الدر المنثور اللي لم تخن الذاكرة للسيوطي أن محمد عليه الصلاة والسلام نبينا سأل جبريل بما اتخذ الله إبراهيم خليلا؟ قال بإطعام الطعام. الله، شوف تخيل، يعني عمل ترى بمتناول يد كل أحد. أحيانا أنت تحسن وقد يصغر هذا الإحسان في عينك، لكنه يكون عند الله ملء السماء، ما تدري. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح رأى رجل يتقلف في الجنة بغصن شوك أزاحه عن طريق المسلمين. أئمة الإسلام يذكرون عن أبي داود صاحب كتاب السنن، ابن حجر وابن عبد البار الله يرحمه، يذكرون هذا الخبر، يقولون أن أبا داود كان في سفينة قريب من الساحل بس مو بجنبه، قريب، فرجل عطس، أبو داود في خاطره أن يشمته. تقول لي ليش؟ أقولك ما أدري، هؤلاء يرون أن الجنة قد يعني تدخل بأي عمل صغير. أخذ قارب صغير كان بجواره فاستأجره يمكن بدرهم، قريب أصلا الساحل جدا، لكنه لا يستطيع قطعه بالأقدام، فذهب إلى الساحل فشمت الرجل ثم رجع. يا أبا داود وش فيك؟ يعني أهل السفينة ما بك؟ يعني غريبة. فقال ذهبت فشمت الرجل ثم عدت لعله مستجاب الدعوة. لما نام سمعوا مناديا ينادي إن الله إن أبا داود قد اشترى الجنة من الله بدرهم. الله الله، أنا بختم لكم الله يرزقنا ثلاث وصايا: من أراد علو الهمة عليه بسؤال الله وحده. جميل. اثنين، عليه بمصاحبة الكبار فالمرء على دين خليله. الله. ثلاثة، عليه بالصدق مع الله جل وعلا وما بدلوا تبديله. أحسن الله إليك شيخ ناصر.